السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ قالوا لي راح شوف الحصه تاع معطاوي، شفتها على كل حال البارح. قالوا لي راهو رد على رفيق واحد برد رائع جدا، وتاني تكلم على الزروقي. دوك خليكم، انا اللي عجبتني على الزروقي بور الرد تاع رفيق واحد كيما نقولوا نورمال، بصح كاين كلام تاني راح نتكلم فيه، لان كلات في اخر الحصه تكلم واحد الكلام يعني رائع جدا. دوك ندخلوا في التفاصيل، خليكم تسمعوا واش هضر على الزروقي، ومن بعد ندخلوا في الرد تاعو على رفيق واحد. اسمع. شوف، اول ملاحظه، هناك نقاط توقف عندها امين لاختلاف نعمه. انا في بعض النقاط اختلف مع امين، ولدي الحق في ان يرى المقابله من وجهه نظره الخاصه. اداء قندوسي عكس ما راى امين، انا لم ارى قندوسي يقدم ذلك المستوى الذي تحدث عنه امين. كملاحظات عامه، انا تمنيت لو جسد زروقي تلك المحاوله في نهايه المباراه الى هدف، اولا لفوز المنتخب الوطني الجزائري حتى نواصل على نهج الانتصارات المتتاليه، وثانيا لان اللاعب اسمه زروقي كم هو في حاجه الى تسجيل ذلك الهدف لو دخلت الكره الى الشباك. رغم ذلك انه ليس مطالب بتسجيل الاهداف بقدر ما هو مطالب ذلك المستوى وين لازم يكون. انا اتحدث على اللاعب من الناحيه الذهنيه، لان هذا اللاعب انا متاكد الحمد لله انه لا يفهم لا العربيه ولا الفرنسيه ولا شيء من هذا القبيل، والا لكانت الاثار لا يفهم الرجل، لا يفهم، يفهم الهولنديه والانجليزيه ويتوقف، ومعظم بلاطوهاتنا نحن يعني بما فيهم انا لا نتحدث لا الانجليزيه ولا الهولنديه. لا كان وراء الفرصه الوحيده في تقريبا في كل اللقاء، في كل اللقاء كما الكره كما حسن تصدي تاع الحارس، لا تصدي ممتاز تاع الحارس. عوده الى المباراه، بون بعد عوده الى المباراه، يقول لك كاين ايجابيات ان ما خسرناش وكذا، ويتكلم تحليل منطقي يعني ماشي تحليل تاع خروطه ولا تحليل تاع طبال ولا يحكي منطقي يعني نورمال. راكم سمعتوا على الزروقي واش قال؟ قال لك يعني الحمد لله اللي ما جاش يحكي الفرنسيه، ما يفهمش الفرنسيه وما يفهمش العربيه، لان هو عايش فيه هولندا يفهم هولنديه ويفهم كيما نقولوا اونجلي، ما يفهمش فرنسي وما يفهمش عربيه. قال لك الحمد لله سينو بو يفهم يوصلوا كلش، لان والديه يفهموا، عنده فاميلتو وعنده راه مدابحينه في البلاطوات. قال لك يعني محقور بزاف، والدليل الدليل يا خوتي راني درت لكم عليها فيديو البارح، حصه بالمكشوف داروا على المباراه، ما تكلموش كاع على زروقي، ما جبدوش ما قالوش كاع باللي داها رجل المباراه، ما حكاوش على التير تاعو، حكاو غير على وسط الميدان. قال لك وسط الميدان راهو ضعيف، ما جبدوش زروقي. يعني زروقي كي كان ما يقدمش يذبحوه، ذبيح ذبيح، انا نقول لكم ذبيح زروقي 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 زروقي. نهار ما قدم مباراه مليحه، على الاقل اذكر باللي راه اليوم دار مباراه مليحه. هذا اللاعب ما نحبوهش، اليوم دار مباراه مليحه والله ما جبدوا عليه يا خالتي، بالعاني حقد، عندهم واحد الحقد تما، ماذا بهم اللاعب اللي ينتقدوهم ما يتالقش باش ما يردش عليهم، هما على بالهم رد عليهم باش يقولوا باللي يشوفوا احنا على حق. يعني اللاعب كي يكون باريزوب ما يقدمش وتنتقدوا عادي، بصح هما ماشي ماذا بهم اللاعب يتالق باش يقدم اضافه للمنتخب، ماذا بهم ما يتالقش باش يقولوا لك شوف حنا عندنا حق، راك شايف المنطقه وين راهم رايحين ليها. وزيد يلوموا في زروقي، يسبوا في زروقي، رغم انه المدربين كاع اللي جازوا بالماضي وبيتكوفيتش اساسي عندهم ما يتحرك نورمال، مو تلوم المدرب وتهضر على المدرب ماشي على زروقي، راك فاهم؟ اسمع المنطق، اسمع القصف تاع معطاوي لرفيق واحد، وكاين واحد الامور حبيت نتكلم فيهم ثانيك. شكرا جزيلا نصر بويش، ونسعد ايضا بتواجد ملح البرنامج فريد معطاوي، مرحبا بك فريد. بك عباد، انا بدوري ارحب بمحمد، مضينا فتره لم نلتقي على البلاطو. ترفع يا عباد ترفع، فالتعفف فاكهه المعلمين التي لا يتذوقها التلاميذ غير النجباء طبعا. شكرا جزيلا فريد مطاوي. هذه دخلة وكاع عجبتهم دخلة على رفيق واحد، قال لك ترفع يعني ترفع عنه خليه يعني فهم. ودوك نزيد تانيك نوصل لواحد التفاصيل معني تانيك على رفيق واحد والخروطو يقصفهم قصف ارض جو. اسمع، اجواء خياليه ناصر. شوف اليوم المشكل وين راه؟ المشكل راه في هنا، راح يتحدث على الاتحاديه، ومن بعد فريد معطاوي يقول له باللي يا ودي دوك يسبوك ويديروا لك كلش، اللي ام ما تنتقدش اللي دوك خليكم تسمعوها باش تفهموا وين راني رايح. دير رياضه
المشكل اليوم اسكو الفيدراليه اللي عندها مشروع رياضي عندها استراتيجي pour la venue de cette équipe nationale باسكو عندك دي جوار اللي عنده ان بوتونسييل كوم ميم انتريسون. شوف تحكم باللومي، تحكم بوعناني، تحكم شيخ هذا، تحكم مازا شيبي، شوف كاع دي جون دو 23 ans دويري. انا 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 يا نقول انا نركز على هادو جو بريبار لا فوني تاع ليكيب ناسيونال. شحال راح يدوم لينا يا محرز ويدوم لي موندي ويدوم لي لكن محمد شايب محمد شايب انت لما تتعاقد مع مدرب وتطالب بالتاهل الى كاس الامم الافريقيه وكاس العالم اسمع هنا يكون مجبر على الاعتماد على لاعبين جاهزين. مدرب انا شي داكو مع مدرب شكون حبابه وصحابه في لي ريزولتا النتائج دونك هو اللي هنايا بور لا كاليف وبلا غور مي ديرير تو سا لازم تكون عندك مشروع. اسمح لي حتى بيتكوفيتش ما طاحش عنده الظروف مثل هذه وين انت راك متاهل خلاص ربما في تصفيات كاس العالم مربح حتى اكيد ما تاخذ ما تاخذ دوكا ريسك ما تروحش وتلعب في بلادك وتلعب ما هي في فابل دونك انت تبد فرصه لهاد الشباب ربما كل شباب تبدا حتى هذه ما لا تبدا بهم اللقاء شفنا في عنابه ولا انتقاد منطقي ما في حتى سلبيات ولا انتقاد بناء دوك نقول لكم الرد تاع ما عطاو دوك خليكم تسمعوا بصح كاين نقطه جيت باش نتوقف عليها هذه حنا كي نشوفوا مازا برومي ماتش لعبوا دقائق معدوده اربع دقائق الاخرانيين اللي تشفوا والماتش اللي مورا طلعوا لي تريبيل لا اصابه لا والو طلعوا نحاه كاع من القائمه وزاد البارح شياخه باش يعطي له فرصه دخلوا في دقيقه 90 يعني واش تحس راهم يدخلوا فيهم دقائق برك دقائق لان باش يربطوهم يعني النيه خبيثه واش حاب يقول نيه خبيثه يعني انت ما استدعيتش هاد اللاعبين لانك تحتاجهم استدعيتهم باش تربطهم تدخلهم دقائق معدوده ومن بعد ما على باليش قال لك هو تبدل القانون لازم ثلاث مباريات وما على باليش كيفاش يعني باش كيما نقولوا تربطهم ما يروحوا حتى المنتخب واحد اخر انت استدعيت اللاعبين هادو بامل وكان جيت في بلاص شياخه ولا في بلاص مازان نقول لك واش راك تمهبل عليا تستدعيني باش تربطني تربطني وغدوه من غدوه ما تعيطليش تربطني خلاص نولي ما نقدرش نبقى غير في الجزائر وغدوه من غدوه ما تعيطنيش راك تستعمل معايا الحيله راك فاهم واش حبيت نقول لك راكو فاهمين واش حبيت نقول يعني تشوف الدخول تاع شياخه البارح تا كانه حايب يربطوا ماشي جابوه لان حابين يعتمدوا عليه حتى في المؤتمر الصحفي بيتكوفيتش قال لك مازال هذا اللاعب مازال يعني عنده مستقبلها وبالهضره وقالها في المؤتمر الصحفي قال لك هذا اللاعب يكون مستقبل في المنتخب كيما نقولوا العشر سنوات القادمه قال لك بصح حاليا مازال كي مازال علاش جبتوه باش تربطوه حنا رانا نقولوا هذا لاعب يحتاج مازا يلعب علاش حطيتو الماتش الدوزيام حطيتو في لي تريبيل وهذا علاش حطيتو هذا شيخه لازم تعطي له الماتش الجاي راه يقول لك باللي شحال تعتمد على اللاعبين هادو ما رياض محرز و و و و و و تاع لاعبين جدد قال لك باللي كيما نقولوا كان مباريات هادو راهم متاهلين نعطي لهم فرصه وهذه اللي شفناها البارح ما عطاش فرصه للشيخه دخلوا برك باش كونكوارا ولعب مباراه رسميه مع المنتخب باش ما يقدرش يبدل الجنسيه تاعو يبقى مع الجزائر راك فاهم دوك نوصلوا لواحد النقطه ثاني قالها معطاوي في نفس الموضوع ويرد اسمع التاريخ يعيد نفسه يا عماد المباراة الأخيرة في التصفيات الأخيرة دخلنا ضد تنزانيا بمنتخب ثاني كله شباب وتعادلنا 0-0 أتمنى من هذا من هذا اللقاء أن نشاهد كل الشباب وهم يدخلون في هذه المباراة ولا لاعب قديم فقط بوم جبدنا لهم تنزانيا اللي تعادلنا فيها وقلبت البلاطوات تقلبت كاع تعادل وكنا متأهلين نفس هذا الشيء قلب البلاطوات كاع تقلبوا راك شايف كيفاش ودوكا راهم يقبلوا يقول لك نو تما ما خسرناش وا 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 رانيش نقول انتقد انا اللي عطيت الايجابيات ونعطوا السلبيات عادي جدا وهذا الموضوع اللي راح يتكلم فيه دوكا واسمه معطاوي اسمع قل لمحمد وهو تحدث عن غياب المشروع للفاف سوف يظهر لك العديد من حماة الفاف وسوف يقذفونك وسوف ينعتونك بانك لا تعرف كره القدم لانك تحدثت على الفاف يا محمد فريد نقولك حاجه هذه رد كي قال الاتحاديه محمد كي قال الاتحاديه كيما نقولوا ورا المشروع تاعها ما عندهاش استراتيجيه ولازم تدخل لاعبين صغار هادو باش نبنوا بهم مستقبل وكذا وكذا قالوا باللي دوك يخرجوا لك حومات الاتحاديه ومنهم رفيق واحد والخروط و سوف يقذفونك يعني يسبوك كيما معطاوي كيهضر على الاتحاديه
خرج وسمه المقمل تاع رفيق واحد يسب فيه مباشره، انت جاهل، انت خاين، انت مهرج، واللي يخرج ينتقد صادي يسبوه، مع العلم هادو ما اللي راهم يسبوا في اللي ينتقدوا اتحاديه ولا كاش اتحاديه، هادو داروا حاله كانوا يسبوا فيه بالماضي وينتقدوا فيه، سبوا الاتحاديه وانتقدوهم، الزفشي، الزفزف، عماره، كي جا وسمه صادي تاعهم ما تهضرش، ما كانش انتقاد وممنوع الانتقاد في هذاك الوقت. كي قلنا نقول له مش راكو ديروا، قال لك من حقنا ننتقدوا، مع العلم حنا رانا ننتقدوا بلا سبان، هما راهم يسبوا، راهم يسبوا اللي يخرج ينتقد ولا صادي ولا يسبوه ويسموه بالخاين، وراني درت لكم فيديو وريت لهم شكون هو الخاين، راك فاهم ولا لا؟ لا وانا كي نقول لك انا ضد صادي، انا ما رانيش ضد صادي كصادي انسان، راني ضد اللي جاب صادي، وانت على بالك شكون اللي جاب صادي، وانت راك تدعم في صادي، راك تدعم في بيراف، بيراف راني درت لك فيديو كيفاش راه مطبع مع المغرب وراه مطبع مع الصهاينه، هو اللي جاب صادي، انا صادي ما نكرهوش كانسان، نكره الناس اللي موراه اللي حطوه، يعني واحد خاين، واحد يخدم للايادي الخارجيه يجي يحط لي واحد في بلادي، راك شايف كيف صادي دلل، صادي خلاهم يخدموا به، المشكل في صادي اللي قبل، انا ما رانيش ضد صادي كانسان، انا صادي ما نعرفه ما يعرفني، راني ضد اللي جابوه وقالها لكم ما تم المقيود ما يقود، حطوه يخدموا به، ما تحكيليش على صادي، احكيليش كل اللي وراء صادي، راك فاهم خروط، انت راك فاهم وانا راني فاهم. ما نطولش عليكم خوتي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سلام.